السلام عليكم عزيزي المشاهد. النهارده معانا اول ضربه تعليميه نبتدي نتعلمها وهي الفور هاند. بس قبل ما نتكلم في الفور هاند لازم نعرف حاجه مهمه جدا وهي الريدي بوزيشن. الريدي بوزيشن دي بدايه ونهايه كل ضربه، احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات اللي هو ازاي امسك المضرب، لان الريدي بوزيشن دي وقفه الاستعداد، يبقى لازم تكون ماسك المضرب فيها صح ولازم تكون واقف في المكان الصح في الملعب. طيب انا ازاي بمسك المضرب؟ زي ما اتفقنا ايدي اليمين بالمنظر ده وهنزل لحد تحت في الاخر وهعمل تريجر فينجر زي ما احنا اتفقنا، وايدي اليسار ماسك بيها المضرب كويس، ومكان جسمي بيكون في نص المستطيل الدفاعي اللي هو اللي في الخلف اللي في اخر الملعب. انت كده واقف ريدي. الاستعداد دي بدايه ونهايه كل ضربه، يعني انا ما ينفعش اروح العب فور هاند بالمنظر ده مثلا وكده انا بقى خلصت الضربه، لا لازم ارجع تاني ريدي بوزيشن. يبقى الريدي بوزيشن دي بدايه ونهايه كل ضربه. طبعا احنا عندنا في ضربتين اساسيين في الجزء الدفاعي من الملعب اللي هي الفور هاند والباك هاند. اي كره جايه في الجنب اليمين بلعبها فور هاند، اي كره جايه في الجنب اليسار بلعبها باك هاند. النهارده احنا هنتكلم باستفاضه عن الفور هاند، ازاي العبها بالطريقه التكنيكيه الصحيحه بحيث ان انا اقلل عدد الغلطات على قد ما اقدر ويكون عندي استمراريه في الملعب. اي ضربه عندي في البدل بتتكون من جزئين، فابريشن واكسلريت. فابريشن اللي هو التحضير، الاكسلريت اللي هو الضرب. تمام، هنخلي التحضير ده واحد للضرب اتنين. انا المفروض ان انا واقف ريدي زي ما اتفقنا لان دي بدايه الضربه. طيب واحد دي شكلها ازاي في الفور هاند؟ واحد شكلها بالطريقه دي، رجليا الاثنين على خط واحد، ايديا اليسار مرفوعه لفوق ومضربي دايما تحت. اتنين هو ان انا اودي المضرب بتاعي من تحت لقدام لايديا اليسار اللي هي اللي فوق. واحد اتنين ريدي. انا عايزك قبل ما تبتدي انك تجرب تلعبها بالكوره تعمل واحد واتنين دي 10 مرات عشان عقلك يبتدي يحفظها. انا عندي هنا في وقفة واحدة بس في البدل اللي هي السايد واي او الكلوز ايا يكن المسمى بتاعها ايه، المهم ان انا جسمي دايما لازم يكون بالجنب كده. يعني مثلا لو انا جيت رسمت هنا حرف الاكس طلع من الاكس ده خط، لازم الخط ده يشاور على الملعب، ما ينفعش اكون واقف كده والاكس بتاعتي تشاور على الازاز، فدايما انا هحاول ان انا احافظ على الاكس بتاعتي جوه الملعب. مش معنى كده ان انت لو لعبت فور هاند كده تبقى غلط، لا هي صح بس دي الاصح ودي هتخليك ما تغلطش اكتر هنا في البدل. ده كان بالنسبه للتكنيك بتاع الفور هاند. دلوقتي هنتكلم في اخر حاجه وهنبتدي بقى نطبق، هو ازاي اضرب الكره او اضرب الكره منين. انا هقرب لكم عشان تشوفوا الموضوع ده. شوف دي الكرة بتاعت البدل، انا عايز ارسم عليها ساعة زي ساعة الايد بس مش من الجنب بتاعك، من السايد واي، من الجنب اللي انا واقف منه، من الجنب من هنا. طيب هرسم الساعة بالشكل ده، فوق هنا هتبقى الساعة كام؟ 12 صح؟ وهنا 3 وهنا 6. انا عايز كل مرة اضرب الكرة هضربها من تحت 3 سنة بسيطة، يعني من عند الساعة 4، يعني مش من تحت قوي، من عند الساعة 6، لانك لو عملت كده هتعمل لوب، مش من عند الساعة 3 لأنك لو ضربتها من عند الساعة 3 الكرة دي هتروح في الشبكة. يبقى أنا دايماً عايز أضرب الكرة بتاعتي من عند الساعة 4، تمام؟ طب أنا دلوقتي هبتدي إن أنا أجرب أضرب الكرة من عند الساعة 4 وهعمل 1 و2 زي ما اتفقنا. يلا بينا أول محاولة. طيب انا دلوقتي في حاجه غلط، ان انا مش قادر اظبط التوقيت بتاعي مع الكوره. طيب احنا المفروض نعمل ايه عشان نظبط التوقيت ده اللي هو التايمينج؟ شوفوا اول ما الكوره تبتدي تتحرك من الجنب التاني في الدايركشن الجنب اليمين ده 100% الكوره دي فور هاند، تمام؟ فانا اول ما بلاحظ الكوره جايه في الدايركشن ده انا المفروض اول ما بلاحظها بعمل وان اللي هو التحضير قبل ما الكرة تنزل عندي على الأرض. لو الكرة نزلت عندي على الأرض وأنا ما بقتش وان في البوزيشن اللي هو ده، ما بقتش جاهز، يبقى أنا كده اتأخرت على الكرة. فكل اللي أنا عايزك تحاول إنك تعمله إنك تعمل وان ده قبل ما الكرة تنزل عندك على الأرض وتكون ثابت على قد ما تقدر، وتعمل تو بالراحة، وبعد ما تعمل تو ترجع تاني ريدي. بس كده تعالوا نجرب. وان قبل ما تنزل تو، وان قبل ما تنزل تو، وان قبل ما تنزل تو. بس انا دلوقتي الضربات بتاعتي فيها باور بزياده. طيب احل المشكله دي ازاي؟ يعني احنا اتفقنا دايما ان انا بحاول احافظ على الكره كنترول، هشرح لكم الموضوع ده. انا في عندي حاجه اسمها كونتاكت بوينت. الكونتاكت بوينت ده المكان اللي المضرب بيلمس فيه الكوره. اي مسافه للمضرب قبل الكونتاكت بوينت هي باور. انا مش محتاج الباور، يعني مش محتاج اعمل المضرب عند 100 كده، ممكن اعمله 20، 20 كفايه واكمل الضربه لقدام. ساعتها انا هكون كنترول واعمل نفس التايمنج اللي احنا اتفقنا عليه واضرب الكره من المكان اللي احنا اتفقنا عليه،
وركز ان انا دايما بمسك المضرب في الاخر. تعالوا نجرب الكلام ده مع بعض. ريدي؟ عملتها 20 لعبت. برافو. 20 ولعبت من عند الساعه 4. 20 دايما مضربي تحت الكوره من عند الساعه 4. 20 دايما مضربي تحت الكوره عشان اعرف اضربها من عند الساعه 4. 20 دايما مضربي تحت الكوره عشان اقدر اخدها من عند الساعه 4. Here we go. برافو. حلو. ده كان بالنسبه للفورهاند. لو لقيت ان الكوره بتاعتك بتروح في الشبكه معنى كده ان مضربك كان فوق الكوره زي كده ترمي. زي كده ما دام مضربك فوق الكوره يبقى انت اكيد مش هتضربها من عند الساعه 4 فساعتها الكوره تروح للشبكه. لو لقيت الكوره طلعت منك بره في الاوت عند الازاز معنى كده ان انت ما كنتش عامل المضرب عند 20 وكنت عامله عند 100. انت محتاج تقلل الباك سوينج. ولو لقيت ان انت مش عارف تحط الكوره في قلب المضرب يبقى ركز في التايمنج لان انت ساعتها الكوره لمست الارض وانت اكيد ما كنتش واقف في البوزيشن ده. فدايما ركز معايا ان قبل ما الكوره تنزل على الارض اكون انا في البوزيشن ده، مضربي عند 20 داخل اضرب الكوره من عند الساعه 4 وبكمل امسك المضرب في بايديا الثانيه في الاخر. تعالوا نجرب.